صباح الخير لك سوما، وصباح الخير لكل مشاهدينا. طبعا استديو دراما بلش معنا، واليوم فقراتنا كثيره ومتنوعه، اكيد ان شاء الله حتكون المشاهدين حتى يكونوا معنا بعد حلب الانتصار. حلو نروح لنوع اخر من الانتصارات، تكريم ابناء سوريا لتميزهم وعطائهم. كرم السيد الوزير وزير الاعلام المهندس محمد رامز ترجمان المخرج المهند كلثوم تقديرا لحضوره الابداعي في مجال الاخراج وقوه اعماله التي كان اخرها فيلم ياسم. ولفت السيد وزير الاعلام الى ان الفيلم نقل رساله اطفال سوريا وشعبها المؤمن بان الجيش العربي السوري هو المخلص الرئيسي والاساسي للشعب السوري، وبفضل تضحيات الشهداء ستتم اعاده الاستقرار الى كل بقعه الى سوريا. كاميرا سوريا دراما برفقه الزميله راما العلي حضرت التكريم وجاءتنا بالتقرير التالي. يسعد اوقاتكم مشاهدينا بكل خير. نحن اليوم اكيد بوزاره الاعلام لنغطي تكريم شاب سوري مبدع، هو مخرج سوري لكن بابداعه وصل للعالميه، عن فيلمه ياسمين يلي اخذ جوائز كبيره بايطاليا وبروسيا وبغيرها من البلاد العربيه والمهرجانات الدوليه المهند كلثوم. اليوم تكريمه بوزاره الاعلام، خليكم معنا لحتى تعرفوا تفاصيل اكثر. وزير يعطيك الف عافيه، خلينا شوي نحكي اليوم عن اهميه هذا التكريم واهميه تكريم المبدعين اليوم بسوريا حتى وان كرموا عالميا، يعني مهند كلثوم هو كرم عالميا، لكن تكريم المبدعين اليوم بسوريا ان كان سينمائيا او دراميا او باي مجال ثاني، قد ايه مهم اليوم؟ طبعا يعني فيلم الياسمين للمهند كلثوم، مخرج مهند كلثوم شارك بكثير من المهرجانات العربيه والدوليه وحصد الكثير من الجوائز، واخرها مهرجان شاكا الايطالي ومهرجان بغداد. أنا أقول أن يعني هذا الفيلم أو الدراما بشكل عام التي تكرم هي عبارة عن رسالة سورية للعالم، وفيلم ياسمين كان رسالة أطفال سوريا للعالم وصرخة في وجه هذا العالم الذي يدعي الحضارة والإنسانية والذي يغض النظر عما تفعله العصابات والمنظمات الإرهابية من استغلال الطفولة وبراءة الطفولة وسرقة مستقبل وأحلام الأطفال في سوريا، وذلك من خلال تجنيد الأطفال واستغلالهم في العمليات الانتحارية والإرهابية. فيلم ياسمين بشكل عام أنا أقول أنه استطاع أن يخترق جدال التضليل والتزييف الإعلامي المفروض على سوريا. حمل رسالة أخرى هذا فيلم ياسمين أن للعالم بقوله أن أطفال سوريا والشعب السوري مؤمن بأن الجيش العربي السوري هو المخلص الرئيسي والأساسي للشعب السوري. وبالتالي أنا أقول دوما الدراما السورية بشكل عام والأفلام التي تحصد الجوائز بشكل خاص هي إحدى عائم الإعلام السوري الوطني، بل هي أحد أجنحة هذا الإعلام. لا يستطيع هذا الإعلام أن يحلق بدون الدراما المتميزة، سواء كانت كأفلام أو كانت كدراما أو حتى كأغاني. هي رافد رئيسي للإعلام الوطني، وهو صوت يستطيع أن يخترق هذا التضليل وهذا السواد الموجود في العالم الإعلامي. صراحة المهند كلثوم يعني هو طالب كان مجد نشيط، واستمر يعني درس برا وتعب على حاله، بس ما قدر يعيش برا، حب انه يرجع لسوريا لانه بحبها وبحب ارضها وبحب ترابها. فالمهند كلثوم انا بعتبره من الاولاد اللي تخرج، الشباب اللي تخرجوا من هالمدارس مفخره الي، انه كان من يعني بخلال وجوده بالمدارس كمان له دور قيادي، شخصيته مميزه، محب لاخواته ابناء وبنات الشهداء. مرات احنا ما بنعزمه ويكون عنده شغل ما بنشوفه الا موجود بيناتنا. فهذا انا يعني دائما لي وجهه نظر انه شو بده يكون مستقبل ابناء وبنات الشهداء؟ هدول لازم يكونوا يعني هن الاساس في هالمجتمع. المهند غالي عليه كثير، بارك له بهذا التفوق، بتمنى هالنجاح هذا نجاح اكثر واكثر، لانه مثلنا برا فكان مثل ما كانوا يقولوا لنا الالمان انه هو خير سفير لسوريا، لانه حقق نجاحات كثيره وكنت اتابعه، بس اشوفه على التلفزيون قلبي بيضحك
وبنبسط كثير انه هالمدارس اعطت النتاج هذا. اليوم التكريم هو لا يقل اهميه عن التكريمات الخارجيه اللي حصلت عليها عن معظم افلامي واخرهم فيلم ياسمين. لسبب واحد، انه اول سبب هو انه من وزاره الاعلام، يعني من دولتي السوريه. فهذا اول شيء. ثاني شيء هو التكريم بيجي نتيجه لشيء مهم، انه هذا العمل نال اعجاب الجمهور، نال ثقه الجمهور، فلهذا السبب اكيد استحق التكريم. مهمه اي فيلم سينمائي انه يوصل للناس، فهذا كان جزء. خليني أقول إذا فيلم ياسمين أو الأعمال اللي قبله وصلت للناس، فهذا هو أكبر تكريم، هو تكريم الجمهور. ومثل ما قلت، التكريم اليوم هو لا يقل أهمية عن التكريمات الخارجية. بالعكس، هذا التكريم بيعني لي كتير، لأنه بفتخر فيه، لأنه هو من بلدي. المهند، انت شاركت كثير بمهرجانات دولية مثل ما ذكرت، واخذت كثير تكريمات، ان كان لفيلم ياسمين اللي اخذ اكثر من جائزة او غيره من الافلام ببغداد والمغرب، حتى عالميا بروسيا وبايطاليا. هاي التكريمات اللي انت عم تاخذها من الخارج، لما انت عم تطرح فيلمك خارجا، عم تقدر توصل الفكرة اللي انت حابب توصلها؟ تماما. مش جمالية الفيلم السينمائي انه هو ما له فضاء انه يوصل له، بكل الفضاء بيوصل، بكل الاماكن بيوصل. اذا بدنا نقول اليوم حوربنا من بداية الحرب على سوريا، عم بيكتمونا صوتنا باعلامنا انه ما عم بيوصل لبرا، تزييف للاعلام. فكان الفيلم السينمائي او حتى الافلام الوثائقية هي عم تكون رديفة للاعلام، وهي صوت حق عم بيوصل ما يجري في سوريا. فانا باعتقادي كان الأعمال قبل أو حتى فيلم ياسمين كانت هي جزء، أو حتى أعمال زملائي اللي اشتغلوا أفلام وثائقية أو حتى أفلام سينمائية، كان مهمتهم هي إيصال الحقيقة شو عم بيصير بسوريا. خلينا نركز شوي أكثر، إنه نقول الأفلام الوثائقية هي دائما الحصة الأكبر، لأنه هي بتطرح شيء واقعي بعيد عن الحبكة الدرامية، أو حتى عفوا يكون إنه أفلام روائية، فهي عم تطرح واقع. فهذا الشيء مهم انه يوصل صوتنا. يعني انا باعتقادي بكل الافلام اللي شاركت بالمهرجانات كان صوت او قضية سوريا موجودة فيها ووصلت للجمهور. لانه دائما انت بقولة، دائما انا مشاركتي بالمهرجانات مو فقط للجوائز، انا جائزتي باخدها قبل الوقت، قبل ما تعلن النتائج، هي بمحبة وتفاعل الجمهور المشاهد هنا. باي بلد انا بكون، انا بهمني انه اكون متواجد لشوف ردة فعل الجمهور كيف، وتعاطفا مع ازمتنا السورية.